هاي جايز، صباح الخير. مثل ما عرفتوا انا اليوم رايحه اشتري سياره. هلا انا موضوع كنت شوي مأجلته باعتبار لسه ما كان واضح معي انا بقيانه ولا مسافره، بس هلا باعتبار قررت اني ابقى بامريكا، فمن الضروري جدا اني اجيب سياره. وصعب صراحه الواحد يضل عايش على الاوبر، رسمي بينخرب بيته. المهم بابا عم يستناني تحت، انا لبست وزبطت حالي. نازلين هلا انا وياه رايحين لعند ديلر السيارات لحتى اختار السياره اللي انا ممكن تناسبني. رح اخذكم معي اليوم ستيب باي ستيب لحتى نشوف هون كيف بتتم عملية شراء السيارة وتختاروا معي سيارتي. وصلنا على محل السيارة. أول سيارة طلعت لي بوشي هي هي الفراري الحمراء، إن شاء الله هي ما فيوتشر كار يعني، لا مستحيل الجمال. بس هلا خلينا نشوف شو وضع سيارتي. سو جايز، جينا هلا قاعدين مشان نشوف شو في اوبشنز. طارق حيساعدني. هاي طارق، كيفك؟ هاو ار يو؟ اوكي سو جايز، هلا حنطلع نشوف السيارات اللي اعطاني اياهم طارق بالاوبشنز. سو جايز، هي اول سياره حنشوفها هي فاكس فاجن 2017. فيكم تجوا تشوفوها معي من هون. Let's see. يعني شو في غير choices طارق؟ ما حبيتها. You don't like this one? No. 2013 Hyundai Veloster. Okay. This is gonna be a matte gray exterior color. حلو كتير. لك بابا شو حلو لونها مات. Yeah. 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 Hey, great. You don't see it often. Yeah. هي هي بتجي بينزلوه منا كم واحدة بس ما. أرجيني. حلوة كتير. If you come with me, I want to show you on the other side. هي هي هاتشباك بس بابين. هي هي هون شوفي. If you want to see over here, it's got three doors. You know, it's got a second door in the back on the right side, the passenger side. هي ثلاث أبواب السيارة بتجي تربو. بس ما انا كثير ضيقه من ورا يعني اثنين فيهم. Yeah, very roomy. Yeah. You know, nice and comfortable. Yeah, هلا هي كمان اوبشن. ونحن بردانين يعني عم نمشي. وبابا الله يعطيه العافيه عم بيصور. واو هي اللكسس بتشيل. This one. Oh, this one. واو. هي not in the budget. Yeah, it's really nice. More, you know, more of a bigger car if you're looking for more space. Yeah. This is a 2011. It's a little bit older. You know, up to you if what you're looking for or not. Let me. Okay. Go ahead. والله حلوة هاي كمان ظريفة. يعني حبيت إنه leather. بحب أنا الجلد. Oh, Mini Cooper. You know, almost same size as the Veloster. Yeah. نفس السعر. Wow. عن جد هي فظيعة. هلا حبيت يعني هدول ثلاثة حبيتهم، الفيلاستر والهوندا والميني كوبر، بس ما بعرف هلا بدنا نفوت لجوا نشوف يعني بالنهاية، لأنه لسه السيارة بيزيد عليها التنمير. شو اسمه؟ النمرة والتاكس وال سو جايز، فاينلي بعد ثلاث ساعات اعتمدت شو السيارة اللي بدي اياها. اكيد مو هي الفراري اللي وراي، واخترت سيارة اللي هيك يعني مثل ما بيقولوا انه قلبي انشرح لها اكثر. هلا حخبركم شو هي، بس حورجيكم اول شيء البروسس كيف هون بتقدروا تشتروا السيارة بامريكا. انا هي اول مرة بشتري سيارة، فرح روح معكم هلا لحتى نشوف الطريقة اللي حنشتري فيها اول سيارة لإلي. هلا طارق رح يخبرنا بالتفاصيل لما بدنا نشتري اي سياره مستعمله هون بامريكا، شو البروسس، شو الاوراق المطلوبه، شو لازم نعمل لحتى نضمن انه هي السياره اللي نحن عم نجيبها منيحه. اول شيء طارق بدي لك شكرا كثير على زبطك معي كل النهار.
بليز فيك تخبرنا اكثر نحن هلا شو عم نعمل لحتى تتم عمليه شراء السياره؟ فنحن عندنا طريقتين للدفع. اول شيء اذا انا حابه ادفع حقها كله كامل، طبعا اذا بدي ادفع حقها كامل في عندي طريقتين، يا اما بدفع لهم مصاري كاش او بعمل تشيك من البنك اللي انا فيه، بعمل تشيك لحتى يقدروا يسحبوا المصاري. او عندي طريقه ثانيه اذا انا حابه قصه صح طارق، فيني البنك يدفع لي حق السياره وانا قصه حقها عن طريق البنك. Loan from the bank too. Okay. And then they would pay for the car and then you would finance essentially through the bank. Okay. So. فهلا نحن خلصنا شراء السياره، بدكم تقولوا لي مبروك. هلا بس اطلع اورجيكم شو السياره اللي اخترتها، ان شاء الله تكونوا حبيتوها، بس حسيتها اكثر سياره هي على ذوقي. و شكراً لطارق. وأكيد نادى لطارق، شكراً عزبنا، شكراً لبابا اللي كمان معي كل النهار عم بيصور. فهذه سيارتي الجديدة. كنت قولوا لي مبروك. ما بعرف مين منكم توقع، اكتبوا لي تحت بالكومنت انه انا كنت بجيب هي السياره. رح ورجيكم، يعني كثير حسيتها كربوجه وتربو وستايل ولونها مات. هي هون كمان حطوا لي النمره التمبرري المؤقته، رح ورجيكم اياها من جوا. طلع بابا اذا بدك على السياره. اول شيء هي المقاعد. يلا ثواني نفتح له. فتح. فهذه سيارتي الجديده. اهم شيء محل قهوه. اهم شيء محل قهوه لانه نحن عندنا ادكشن على الكافي. حطيت شنطتي جوا. بسم الله. هي السياره هي اول طلعه. سو جايز لايكني ركبانه بالسياره عم سوقها. كثير مبسوطه، كثير حلوه سواقتها. يعني تربو سبق بس يعني اكيد ما فيني عجل لانه انا اصلا بخاف من السرعه. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا. ما كثير بتطول حكي، خايفه ضوع النافيجيشن. حبيتوا انه هيك كنتوا معي بهذا اليوم، اشترينا مع بعض السياره. انطروني الحلقه الجايه بموضوع جديد لحتى نشوف شغلات ثانيه جديده وحلوه بامريكا. بحبكم كثير. وانا نسيت لكم انه ما تنسوا بابا انا هون، ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب على ماي شانل، تعملوا لي لايك وتتركوا لي كومنت تحت بكل شيء انتم حابين تعرفوه او تشوفوا، لحتى اشوف اقتراحاتكم. رح احاول رد على الجميع. واكيد اذا حابين كمان تشوفوا يومياتي على الانستغرام فكمان حسابي موجود هون. وباي باي.